كانت هذه الندوه ديال تدبير الفرشه المائيه ديال برشيد، كانت ندوه مثمره، عرفت حضور وازن ديال الفلاحه، ديال المهنيين، ديال الجمعيات، كذلك كان الحضور ديال بعض البرلمانيين، وكانوا رؤساء مصالح ديال الادارات المعنيه بقطاع الماء ووزاره الفلاحه. كان نقاش حاد، واللي تكلل بتوصيات، هاد التوصيات اهمها هو اخراج المشروع ديال عقده الفرشه المائيه لحيز الوجود. الاغلبيه هضروا على ان الايام التحسيسيه راه دارت، التوعيه ديال الفلاحه وديال المهنيين راه هما واعين، دابا خصنا ندخلوا التطبيق ديال هاد العقده اللي كتحدد الاختصاصات والمهام ديال كل الاطراف، باش ان شاء الله نوصلوا لواحد التدبير اللي هو معقلا وتشاركي للفرشه المائيه للاجيال، باش الاجيال ان شاء الله لهذه القادمه، وكذلك هذا الفلاح ولا الساكنه اللي في العالم القروي تبقى تستافد من هذه الماده الحيويه، واللي كل شيء تعرف الاهميه ديال الماء، وهذا الموضوع اللي هو تقريبا ولا كيعرف اهتمام ديال جميع الشرائح على صعيد المملكه ككل. وحنا في المنطقه ديال برشيد من 2008 وحنا خدامين على هذا الشيء، دابا حان الوقت باش ندخلوا للتطبيق والمسائل الجذريه باش نحافظوا على الفرشه المائيه.